السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلاً عن كونه أحد الأركان الإسلام الخمسة، فإن الحج شعيرة تنطوي على قدر عظيم الأهمية من المقاصد الذي أراد الشارع أن يحققها في واقع المسلمين الراهن. حول هذه المقاصد ومدى تحققها في واقع المسلمين الراهن تدور حلقة اليوم من برنامج مقاصد، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد. هذا الموضوع أطرحه على مائدة الحوار مع ضيفي الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم، كل عام وانتم طيبين. حياكم الله دكتور. بداية، صحيح أن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن إلى جانب هذه الأهمية وهذه الركنية إذا صح التعبير، ما التصور العام الذي ينبغي أن يحمله المسلمون عن هذه الشعيرة الكبيرة والمهمة، سواء كان هؤلاء المسلمون جماعات أم فرادة؟ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعنا نرجع إلى الخلف قليلا لنتذكر كيف كانت هذه الشعيرة. فقد كلف الله تعالى إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت، فلما بني البيت أمر إبراهيم بالأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الأذان لفت نظر إبراهيم في نظرته البشرية، أي إلى أي مدى سيصل هذا الصوت؟ فقال يا رب إلى أي مدى يصل الأذان؟ معروف الأذان يصل كيلو نصف كيلو أقل أكثر. قال عليك الأذان وعلي الإبلاغ. فأسمع الله تعالى الأجنة في أرحام الأمهات والذريات في أصلاب الرجال، فكل من يذهب إلى هذا المكان فهو يجيب هذا النداء، لذلك نداؤه إجابته لهذا النداء لبيك اللهم لبيك، هو يجيب الأذان وأذن في الناس، فلذلك كل ساع إلى هذا المكان أسمعه الله تعالى إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن الحج لهذه الأمة استجابة لنداء الله تعالى وأمر الله سبحانه وتعالى. إذن فالذاهب إلى الحج ذاهب إلى الله، هذا المعنى يحتاج إلى وقفة مهمة جدا. ليس فقط ذاهب إلى المشاعر، إلى الأماكن، إلى زينتها، إلى جمالها، إلى تاريخها، إلى ذكرياتها، كل ده مش معتبر بالأساس. الأصل في المشهد كله إن الأمة والأفراد أن يحج لله سبحانه وتعالى، أن يذهب إلى الله تعالى، ولذلك الحج القصد، أن يقصد الله سبحانه وتعالى، أن يقصد بيت الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى إذا استشعره الحاج أو استشعرته الأمة تتغير نظرتها تماما عن الحج، لأن الحج في أذهان كثير من الأمة من أفراد الأمة والعباد والنساك وغير هؤلاء، إنما هو يعني محبة قلبية أو ذكرى تاريخية أو واجب شرعي لابد أن يقام. ولكن لو نظر إليه بأن الله ناداه وأسمعه من بين الخلائق وأراد له أن يستجيب لهذا النداء، فكانت الأمور تختلف تماما، وكانت المناسك تختلف تماما، ولكانت الآثار تختلف تماما. فلما غابت البصلة من أولها أن الذهاب لم يكن استجابة لأمر الله تعالى، أو لأنه لم يستشعر أنه ذاهب لله يحج لله سبحانه وتعالى، حتى في الفلكلور في الأغاني والأناشيد الإسلامية تتحدث عن المناسك، عن الطواف، عن السعي، عن، لكن نحن نريد أن نزرع أن الحج لله وأتم الحج والعمرة لله. هذا الرابط مع الله تعالى يغير النظرية كاملا. ومن هنا فأنا أقول لنفسي وأقول لأفراد وأقول للأمة، الله هو المقصد الذي لا يجب أن يغيب في أي لحظة من لحظات الحج منذ أن تنوي حتى تعود. هذا على مستوى التصور الذي ينبغي أن يحمله كل مسلم في تعامله مع فريضة الحج، لكن ماذا عن المقاصد التي أرادها الشارع سبحانه وتعالى من تحقيقها من وراء هذه الفريضة، سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو الجماعات الأحزاب والتيارات أو حتى على مستوى الأفراد في الأسرة والبيت والفرد نفسه؟ مقاصد الحج كفيلة بأن تضبط حركة الأفراد وحركة المجتمع،
فهي فريضة شرعها الله تعالى لجماعة المؤمنين لتنضبط حياة المؤمنين. ولو أننا تعلمنا من الحج في مقاصده لانضبطت حياتنا في كل مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولذلك فالحج دورة سنوية لهذه الأمة كي تنضبط انضباطا كليا بهذه المقاصد. وأول المقاصد هنا التي يجب أن نقف عندها جميعا أن المقصد الرئيس من الحج أن يستشعر الإنسان العبودية. أخي إذا استشعر المسلم العبودية عرف مقامه وعرف ربه، وإذا عرف الإنسان ربه وعرف نفسه فقد استقامت طريقته. يعرف العبودية، العبودية أن يطوف سبعا لا يقول لماذا سبعا، وأن يلبي في هذا المكان، وأن يرمي حجرا بحجر، وأن يقبل حجرا، حجر يرميه وحجر يقبله، حجر يتحدث عنه، وفي مكان يبيت هنا ولا يبيت هنا، وبيت هنا أيام معينة ويظل هنا حتى الغروب. وهذه المواصفات المكانية بالحقيقة لا فرق بين منى ومزدلفة، كلها أراضي واحدة، لا فرق بين حجر يقبل وحجر يرمى وحجر يرمى به. ولكن الفرق الكبير أنها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. حينما تتعلم الأمة أن تستجيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهمها عمر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الحجر لا ينفع ولن يضر، بل أبواب الكعبة وطرق الكعبة لا تنفع ولا تضر، أستار الكعبة لا تنفع ولا تضر، ولكنها الاستجابة للأمر الله. نطوف هنا يطوف، تسعى في هذا المكان يسعى، نم في هذا المكان نام، ارمي هذا الحجر، قبل هذا الحجر، استجب في حجم هذا الحجر، اذبح في يوم كذا. الاستجابة لأمر الله عنوان كبير. ولو أن الأمة استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى من منطلق العبودية لا من منطلق المصلحة ولا منطلق الهوى ولا منطلق الرغبات الشخصية أو الفكرية أو الاجتماعية أو الشهوانية، لو أنها استجابت لله كما أمر لرزقها الله من حيث لا يحتسب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستجابة لأمر الله بمعنى تحقيق العبودية الكاملة لله. أخي إحنا عندنا مشكلة الآن في الجزء العقدي، الجزء العقدي الناس فهم أهمته أركان الإيمان المحفوظة ثم نواقض الإيمان، لكن الجزء الإيماني العقدي الأهم أن الإيمان أصل الإيمان بالغيب ليس فقط الإيمان بالمشاهد. لو قلت لك هذا كأس تؤمن به، لكن إيمان بالغيب، إيمان بما لا يتخيله ربما العقل ولا نستطيع الحواس أن تقوم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريش قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغنى عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كاذبة، لأنهم يتحدثون عن وقائع ملموسة. فلما امتحنهم في الغيب فقال إني رسول الله إليكم فوقعوا فيه. فالإيمان هنا إيمان بالغيب، ولذلك حينما تسأل عن الغيب لابد أن تؤمن بالغيب هذا إيمانا بالذي أرسله وإيمانا بالذي أبلغك بهذا، قالوا ما جربنا عليك كذبا. فالإيمان بالغيب يحقق هذه العبودية تماما. ولذلك نحن هنا نحتاج إلى استحضار هذا المعنى. الإيمان بالغيب يجعلني لا أسأل الله لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، لماذا الله خلق كذا ولماذا لم يخلق كذا، لا يسأل عما يفعل. طيب، وهم يسألون. لكن هذا على مستوى المقصد الاستجابة لله سبحانه وتعالى، لكن هل ثمة مقاصد عملية في حياة المسلمين أريد لها أن تتحقق من وراء هذه الفريضة؟ نعم، هو طبعا مقاصد كثيرة، نتحدث عن مقصد العبودية. نعم. لكن مقصد الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية دي من أبرز معالم هذه الأمة وأبرز معالم هذه. والحج هذا كرس مكثف، دورة مكثفة في الأخوة، لأنه من أول لحظات الحج تخلى أمر المسلم أن يتخلى عن كل الميزات، فأسقط كل دواعي التفاضل. أنت تتفاضل بلبسك في بلد كذا، اخلع هذا اللبس. أنت تتفاضل بعطر غالي، تتخلى عن المساواة شيء، والأخوة بمعناها الكامل شيء. الناس يدخلون إلى الميقات
بثيابهم المختلفة ووظائفهم المختلفة ولغات مختلفة ويخرجون منه نسخة واحدة، نسخة واحدة تعني إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة في معتقدها وأمة واحدة حتى في شكلها في هذه المرحلة لتتربى على هذا، أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لحاكم على محكوم، الجميع يستلزم هذه الحالة، هذه الصورة، يخرج من الميقات على حالة واحدة. لا تستطيع أن تميز واحد بثراء أمواله ولا بثراء لبسه ولا رائحته العطرة، حتى الشعر نفسه بيقص، فكل دواعي التفاضل يتم إسقاطها في هذا المقام، حتى لا يبقى في الحج إلا من كان قاصدا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن نؤكد أن الأخوة من أبرز مظاهر الحج. وهنا نقف عند نقطة مهمة جدا، أن ثواب الحج الأعظم، ثواب الكبير، الجائزة الكبرى في الحج ليست على المناسك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم ينقل من حج فطاف كثيرا أو سعى كثيرا أو بات بمنى أكثر أو قام بعرفة أكثر، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما وجه الدلالة هنا أن الحج يجب أن يكون مرتبطا بعدم الرفث وعدم الفسوق وعدم الفجور في الكلام؟ المقصد في الحج أخلاقي، الامتحان أخلاقي، الجائزة أخلاقية. كن إذا تحقق الإنسان بالعبودية، المقصد سيكون على خلق عظيم مع الحجر والشجر والإنسان والحيوان. ومن هنا فبقول له كده: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن سيأخذ الجائزة هذه إذا نجح في الأخلاق. ومن هنا أقول: إذا كان الامتحان في الأخلاق فالإنسان سيمتحن في هذه الأخلاق من أول خروجه من بيته، يمتحن بها في تأخير الطائرات، في ازدحام الناس، في أي شيء حتى يثبت على هذا. وهنا درس مهم جدا، أن أعظم ما يمتحن فيه الإنسان هو علاقته بالناس، لم يرفث ولم يفسق، لم يشتم أحد، لم يسب أحد، وهذه أعلى درجات الأخلاق التي نتعلمها في الحج. الإنسان أعظم مكون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر في هجرته إلى الكعبة ومع مكانتها يقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم عند الله منك. لكن دكتور جمال، يعني لماذا ربط الله سبحانه وتعالى بين الحج وبين عدم الرفث والفسوق في الكلام؟ يعني هل يمكن أن الإنسان أن يرفث وأن يفسق في كلامه في الحج؟ هل يمكن أن يقع هذا؟ هو في الأصل فريضة ذاهب الإنسان إليها لكي يتعبد. نعم. فأين يمكن أن يقع هذا الخلل؟ يقع هذا أولا إذا امتحن الإنسان في شيء لابد أن يبتلى به. ستأتيه الفرصة في طوافه، في سعيه، في إشكالاته، في طعامه، في سفره، يمتحن فيها. في أول ناس كده أول ما يخرج المطار الطائرة تتأخر، يسب للطائرات. في واحد أول ناس ازدحام الناس واختلاف الأجناس واختلاف الأذواق يولد كل هذه التداعيات، فيختبر الإنسان فيها، يختبر الإنسان في ازدحام الناس، في إرادة الانتهاء من المناسك. يعني أقول لحضرتك شيء، الناس الذين يزدحمون في المناسك أهم كله أن ينتهي من الطواف، هذا على حساب العجوز وعلى حساب الكبير وعلى حساب الضعيف، ويمينا وشمالا ويضرب، هذا الله تعالى غني عن حجه. أقول الذين ماتوا تكرارا ومرارا في الرمي، هل ماتوا تحت أقدام أعداء الله أو المحاربين لدين الله؟ لا، ماتوا تحت أقدام للأسف الحجاج الذين يسألون عن النملة وعن الشعرة وعن الظفر وعن الصغير وعن الكبير، لأن هذا المقصد غاب مقصد الأخوة الحقيقية، ولم يفهم أن هذا المسلم أعظم عند الله من الكعبة. هذا المسلم الذي يقوم بإذائه أعظم عند الله من الكعبة. لو أنه عامل الحج الذي بجواره على أنه أعظم من الكعبة، أو الإنسان بصفة عامة ليس الحج فقط، لو أنه عامله على أنه أعظم من الحج من الكعبة، ما حدث هذا؟ كان كل واحد يفسح للآخر ويعلم أن الله غني. أنا سأحكي لك رؤية، قصة رأيتها في الحج عجيبة تظهر هذه الحالة. كنا في مؤتمر، وفي المؤتمر يدرسون أسباب والإشكالات التي تمت عنها لهذا الازدحام وهذا التقاتل وهذا الموت. فأتوا بفيديو قديم أظن سنة 2005 تقريبا، كنا في مؤتمر في مكة، وأتوا بمجموعة من الشباب كانوا نزلوا من مزدلفة إلى منى حتى أسفر جدا، وهم في جد واجتهاد وذكر وتلبية وتسبيح في الطريق دون لاعب ولا له، صورة مشرفة، هناك كاميرات كثيرة فجمعت على هيئة فيلم. هؤلاء الشباب ظلوا في جدتهم حتى وصلوا إلى الرمي، فلما وصلوا إلى ازدحام الرمي واقتربوا من الحلقة، كانت حلقة ضيقة قبل ذلك مكان الرمي في يوم العيد، أحدهم
الرداء وقع من على كتفه، فوقع خلاص، لو أنه يعني ذهب ليأتي سيموت، فكمل كما هو على ذكره وتلبيته. اشتد الزحام جدا، الصورة النهائية جاءت بهذا الشاب وهو يقف مباشرة على دائرة الرمي، يقف، كان رداءه قد سقط فأصبح إزاره كذلك سقط، أصبح يقف بلا رداء ولا إزار. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تحت قدميه بعض الذين وقعوا ويموتون، وهو يمسك الحصى، بسم الله الله أكبر واحد، بسم الله الله أكبر اثنين، بسم الله، ويعيد. لا هم له إلا أنه يرمي هذه الحصى، يقف على مسلم يموت، ويقف عاريا لا شيء يستره، ولا ليس في ذهنه إلا أن يرمي تلك الحصيات. لو أنه أدرك أن هذا الذي تحت قدمه أعظم من الكعبة، وأن الله غني عن رميه، وغني عن حجه، وغني عن سعيه، ما حدث هذا. فردية. لكن يعني دكتور، يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، هل هذه المقاصد التي الطيف من المقاصد الذي تحدثت عنه هو واجب التحقق في حياة المسلمين، أم أنه على سبيل الاستحباب والندب؟ إذا لم تتحقق هذه المقاصد، الاستجابة لأمر الله، العبودية لله، الأخوة الإسلامية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، إذا لم تتحقق هذه المقاصد في حياة الأمة فلن تكون هناك أمة، إذا لم تتحقق في حياة الفرد فلن يكون هناك فرد، إذا لم تتحقق الاستجابة لله في الأمة كيف لها أن تكون أمة إسلامية؟ إذا لم تستجب لله في شرعه وفي حكمه وفي قضائه سبحانه وتعالى، فكيف يتحقق فيها الإيمان؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمة التي لا تستجيب لأمر الله في أوامره ونهيه لن تكون أمة إسلامية ولن تنجح أبدا بصورة من الصور. لكن دكتور، هذا الأمر ربما مرتبط بصورة أعمق من فهم هذه الشعائر. إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الفريضة وسائر الفرائض أن تتحقق مقاصد محددة في واقع المسلمين، هل هذه المقاصد يريدها الله أن تتحقق وجوبا، بمعنى أنها على مستوى الجماعات والأفراد، وإذا لم تتحقق هل تفقد قيمتها؟ هل يفقد الإنسان الثواب والأجر وبالتالي يدخل في العدمية؟ طبعا، إذا لم تتحقق الأخوة الإسلامية فأن له أن يكون مسلما حقيقيا، إنما المؤمنون إخوة. إذا لم تتحقق العبودية الكاملة فأن يكون له أن يكون مؤمنا حقيقيا، وأن له أن يحسب على المؤمنين. إن لم تحدث الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى كيف يتحقق له الإيمان وكيف يكون في صف المؤمنين؟ إذا لم تتحقق الوحدانية لله سبحانه وتعالى فكيف يكون من الموحدين؟ هذه المقاصد ليست نافلة من القول، وليست أمرا زائدا، وليست شيئا كماليا، ولكن إنها أركان من أجلها شرعت الأركان. ولذلك نحن ننشغل بالأركان الظاهرية ونغفل عن مقاصدها، فتغيب هذه وتضيع هذه، فيضيع الحج وتضيع المقاصد، ونعود من الحج بلا مقاصد وبلا مفاهيم وبلا أدوات وبلا آثار، وبالتالي نعيش نحج آلاف المرات ومئات المرات وملايين الناس بلا أثر، لأننا لم ندرك هذه المقاصد ولم نعمل عليها. حتى الذين يعلمون الناس الحج قبل الذهاب لا يركزون إلا على المنسك الظاهري، أما عن مقصده، عن عبودية الله، الإنسان لله، عن الاستجابة لأمره، عن أخوة المسلمين، عن المحبة للمسلمين، عن توحيد الله، حينما يغيب هذا فإنما غابت الروح، فيصبح الحج جسدا لا قيمة له ولا أثر له ولا خير فيه. هذا يصل بنا إلى ضرورة الحديث عن مدى امتلاك المسلمين لهذا الوعي المقاصدي، ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي. فاصل ومن ثم نواصل حديثنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي،
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله وحياكم في هذا الجزء من حديثنا المقاصدي عن الحج في واقع المسلمين اليوم. دكتور جمال، هذه المقاصد التي تحدثت عنها واعتبرتها هي ركنا بذاتها، يعني أصلا يعني ركنا دون الأركان المصرح عنها، هل على المسلم أن يمتلك هذا الوعي المقاصدي أم أن أداءه لفريضته لفرائضه التزاما بأمر الله يكفي؟ نعم، لابد أن نفصل بين أمرين. أولا نفصل بين عامة الناس وبين خواصهم، والخواص هنا أقول خواص أهل العبادة والنسك وأهل العلم. عامة الناس، لأن عامة الناس سيعلمون هذه المقاصد من الخواص من أهل العلم ومن أهل التزكية. ومن هنا فإدراك قيمة العمل نفسه تزرع في الإنسان دافعية وتزرع فيه إيمان وتنبت فيه أثر حقيقي. ومن هنا فالأخطاء التي تتم في الحج أو في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة، إنما هذه سببها الرئيسي هو غياب الفهم، غياب معنى هذه العبادة. ولذلك نتحدث عن صورة معينة. مثلا تعالى حتى في الصلاة، في الصلاة يقول تعالى في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. لو فتحت كل كتب الفقه لن تجد أن شروط صحة الصلاة التواضع أبدا. ولكن الله تعالى يقول للناس: أنا أتقبل الصلاة في المسجد ممن استقام في الشارع، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، ورحم الأرملة والمسكين ورحم المصاب. فهم مقاصد العبادة نفسها بينقل الإنسان نقلة نوعية، بيغير الإنسان من الحركة الظاهرية إلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لما غابت تلك المقاصد وجدت بعض الناس يأخذ مالا من حرام ويذهب ليحج. طيب دكتور، هذه نقطة في غاية الأهمية، لكن ينبغي أن نوضح للمشاهدين المسلمين، هل إدراك هذه المقاصد فرض عيني على كل مسلم أم ليس بالضرورة أن يكون فرضا؟ بمعنى أن الله أمر المسلمين بأن يفهموا ويحققوا هذه المقاصد فهما وثم سلوكا وممارسة. الله تعالى أمر المسلمين بالفهم في أول بدهيات الإسلام الفاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يكتفي من المسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله، ولكنه أمرهم أن يعلموا أن لا إله إلا الله. هذه قضية في التوحيد. إذا كان هذا في التوحيد فهو من باب أولى في كل العبادات بعد ذلك. إذا كان في التوحيد لم يرضى منهم مجرد القول وأمرهم بالعلم، فكذلك في الصلاة: أقم الصلاة. وإقامة الصلاة لا تتم إلا بخشوعها، لا تتم إلا بكمال أركانها، لا تتم إلا باستقامة القلب، لا تتم إلا بطهارته، لا تتم إلا بأكل الحلال. إذا غابت المقاصد لن تنجح العبادة، لن تستقيم العبادة. ومن هنا أنا أكرر مرة أخرى، حينما تغيب هذه المقاصد ولا يعلمها الإنسان يتعبد لله بمعصية الله، ينفق من حرامه ويظن أنه ينفق، يأتي بمال حرام ويحج. يا أخي نحن عندنا مشكلة كبرى، نحن في عالم عندنا مشكلة في الأمة، الانفصام الشديد بين الاعتقاد وبين السلوك، أو بين العبادة وبين السلوك. لو أن المقاصد هذه واضحة عند العباد ما كانت هذه المظاهر في السلوك. نحن حينما نحج 3 مليون أو 4 مليون، لو أننا تحققنا بمقاصد الحج لأعطينا أعلى نموذج أخلاقي في تاريخ البشرية بأسرها، ولغير الله ما بنا جميعا. لو أننا استقمنا في الصيام وفي العبادات على أمر الله في سلوكنا، ولكننا تجدني في المسجد أول المصلين، فإن تعاملت معي بالمال أو كنت جارا لي وجدت الشيطان بيأخذ درس خصوصي عندي. هذه مشكلة كبرى، إحنا عندنا انفصام شديد. لكن بين هذه لا أظن أن أحدا من المسلمين، أو ربما أكثر جل المسلمين، لا يعرفون أن إدراك المقاصد وفهمها واجب عليهم. وهذه إشكالية العلماء، لأنهم حينما قاموا بتربية الناس ركزوا على المظهر الخارجي للعبادة دون أن يركزوا على مقصد هذه العبادة، وعلى استحضار القلب فيها، وعلى خشوع لله فيها، وعلى الثمار
الواجب تحقيقها. يا أخي أنا لا أدرس لمجرد الدراسة، ما في أحد يدرس ليحصل على شهادة، فإن قلت له ستدرس ولن تحصل عشان لن يأتيك، نفس الكلام. كيف تصلي وأنت لا تعرف ماذا كيف ستعود إلى بيتك، بماذا ستعود إلى بيتك، بماذا ستعود إلى ذلك حينما تذهب للصلاة؟ عدم استحضار الأثر، عدم استحضار الأجر، عدم استحضار المقصد يجعل الإنسان يذهب إلى السوق ويعود ولم يشتري شيئا. يعني أفهم من كلامك دكتور جمال بأن أي مسلم يقوم بعبادته بدون إدراك لمقاصدها، لم يدرك ولم يفهم حقيقة هذه المقاصد، آثم؟ إذا لم يكن آثما فهو لم يحقق الفريضة على صورتها الحقيقية. الذي لم يفهم المقاصد، ما أعطيك مثال وأعطيك وليس آثما فقط، يضيع الفريضة نفسها ربما لم يقم بها. الذين لم يفهموا مقاصد الحج نفسها يذهب إلى الحج بتكبره لأنه فلان ابن فلان فيضيع عليه الحج، أو يتطاول على الناس لأنه فلان فيضيع عليه الحج، أو يبذل جهدا في تأدية المناسك على حساب إيذاء الناس فيضيع عليه الحج، أو يشتم ويسب لكي يحصل على مكان أفضل منه فيضيع عليه الحج. حقيقة النقاط في غاية الأهمية. إذن أستطيع أن أفهم منك دكتور جمال أن الغاية هي في النهاية تحقق المقاصد حتى لو لم يتعلمها المسلم، ولكنه أداها من دون علم فقد سقط عنه. نعم، ولكن هذه رسالة أيضا للمزكين والمربين والدعاة والعلماء. حينما نعلم الناس الأركان نعلم الناس أهدافها تلك الأركان، مقاصد تلك العبادات، حتى يعني لا يغفل الناس عنها ويذهبوا إلى الحج مساكين. يعني واحد كان يطوف بالبيت وأنا رأيت واحد كان يسعى بعد الساعة يقول يا دكتور لماذا كل هذا التعب؟ يعني الله تعالى حيرنا، روح الصفا اذهب إلى المروة. حينما يفهم تلك المقاصد ويفهم الاستجابة لأمر الله ويفهم قصة هذه المناسك سيكون مؤمنا حقا ويعود وقد أدى الحج حقيقة. أنا رأيت بعض الناس عاد الحج وقال الله هذا أمر مش مرهق وشديد التعب، وأعني لأنه لم يفهم هذه المقاصد فعاد مسكين ربما ناقما أو عنده بعض التشكك في تلك العبادات. وزرعتها أنا يوم أن ربيته على أن الحج إنما هو سعي وطواف وحركات ولا روح فيها ولا أثر فيها، وهذه طيب مشكلة طيب كبرى. دكتور جمال أيضا في هذه النقطة لأهميتها، يعني وجوب إدراك مقاصد العبادات، ونتحدث هنا عن فريضة الحج. نعم. دكتور، هل هو هذا الوجوب الذي تحدثت عنه هو استنتاج واستقراء من نصوص معينة أم أن ثمة تصريح على هذا الوجوب؟ التصريح هذا يعني الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بالحج قال نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. حينما تقول للحج رفث والفسوق هات لكل الأركان الحج لن تجد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إنما تتحدث عن أثرها. لما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق تجد أن الجائزة الكبرى ليست على المناسك المذكورة في كتب الفقه. حينما تجد أن حتى أثار العبادات في الصلاة وفي غيرها ليست مقصورة على، قال صلى الله عليه وسلم في الصيام مثلا يعني مثلا رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدرك هذه فالأحاديث الشريفة وآيات القرآن الكريم تؤكد على أنه لم يستفد من تلك العبادات، وإذا لم يستفد من تلك العبادات فهي والعدم سواء. ربما ينقص عنه أنه فعل، ربما في علامات التصحيح أنه فعل، لكن فارق كبير أن تؤدي الفريضة وأن تأخذ أجر الفريضة كاملة، فارق كبير أن تؤدي الفريضة وأن تأخذ أجر الفريضة وأن تستفيد من تلك الفريضة في حياتك أو في مجتمعك في أمتك، لأن هذه الفرائض إنما شرعت لنقيم بها أمة ونقيم بها حياة ونصنع بها حياة، ليست منفصلة عن حياتنا وواقعنا. هنا السؤال دكتور، يعني الآن نحن نشاهد في كل عام ملايين الحجاج من كل أنحاء العالم الإسلامي يتركون الأهل والديار والأحباب ثم يتكلفون مشقة السفر والإنفاق الأموال، وبعد ذلك يغيبون شهرا في أطهر بقاع الأرض ثم يعودون من دون أن يحدث أي تغيير في حياتهم ومن دون أن يحدث أي أن يتحقق أي مقصد من المقاصد التي تفضلت بالحديث عنها. لماذا؟ ما السبب؟ السبب ليس واضح، ذكرناه ونذكره ونظل نذكر هذا الأثر لأنه غاب عنه المقصد، لم يعرف لماذا يذهب إلى الحج. هو ذهب إلى الحج عاطفة، أو ذهب إلى الحج لأنه يريد أن يقول أنا أديت الفريضة، أو ذهب إلى الحج لأنه لا ينبغي إلا أن يحج في هذا السن أو شيء من هذا القبيل، لكنه لم يدرك معنى العبودية ومعنى الاستجابة ومعنى الأخوة الإسلامية ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى ومعنى كل هذه المعاني. والمعنى الأهم من كل هذا يا أخي معنى أننا أمة. الحج دائما يذكرنا أننا أمة،
في هذا التنازع وهذا التشتات وهذا الخلاف وهذه الإشكالية التي فيها الأمة، يأتي الحج فيقول أنتم أمة، لستم مجرد مصريين ولا عراقيين ولا سوريين ولا يمنيين، أنتم أمة، أنتم أمة جميعا في شكلكم وفي عبادتكم وفي قبلتكم وفي طوافكم وفي سعيكم. هذا درس إذا فهمه العباد وإذا فهمه الحجاج يتغير وجه الأمة. فلما يغيب هذا المقصد وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، حينما يغيب معنى الأمة هذه عن الناس يعود كل واحد يعود إلى أقليمه وإلى قطره وإلى مصلحته. أين الخلل دكتور؟ يعني لماذا المسلمون لا يعرفون المقاصد ولم يتعلموها؟ أين الخلل؟ الخلل في التربية، الخلل عند الدعاة، الخلل عند العلماء، الخلل عند المزكين، الخلل أن تربية ظلت فترة طويلة تربي الناس على الأمور الظاهرية على حجم تلك الحصاه التي سيرمي بها، وعلى هذا المكان على قدر الشعرة التي يقوم بحلقها، وعلى أن يرمي في هذا التوقيت دون هذا، والتضييق حتى الفقهي في أوقات الرمي على المسلمين، والمبالغة الشديدة في مظاهر التعبد على حساب روح التعبد على حساب مقاصد التعبد، تحولت العبادات بالنسبة لنا إلى مناسك ظاهرية بل إلى طقوس، طقوس يقوم بها الناس. يقول أنا تعودت أن أقيم ليلة 27 في مكة كطقس، تعودت أن أعمل عمرة أو اثنين أو ثلاثة في السنة كطقس، تعودت أن أفعل كذا كطقس، ولكنه لو فهمها كروح، لو فهمها كدين، لو فهمها تعبد، ربما في أشياء كثيرة يغير وجهة نظره في العبادة. أقول لك مثلا الناس تعودوا مع الحج المتكرر على أنه طقس، أنا تعودت أذهب إلى الحج أشعر بألم شديد بيني وبين سبحانه وتعالى، لو أنه صادق في ذلك لأدرك أن هذا المال لو أنه أنفق إلى المحتاجين وإلى المشردين وإلى المهجرين وإلى المطاردين لعلم أنه أرضى لله سبحانه وتعالى. ينفقه لسياحته ربما، نعم. سياحته النفسية وتحويل الحج طقس سياحي، طقس سياحي يحب هذا المكان، يرتقي في هذا ذكريات المكان، جميلة. ذكريات جميلة. لكن حينما نقول أنه الله يستجيب لأمر الله، فالاستجابة للأمر هي أن تطعم مسكينا أو أن تداوي مريضا أو أن تأوي يعني مشردا أو تعين مجاهدا، كل هذا أفضل مئات المرات من هذه الحالة. ربما هناك مستحدثات دكتور، يعني هناك الآن انتشر موضوع السيلفي والصور الشخصية وعقد صفقات العمل وبناء علاقات التعارف بين الناس، يعني تعارف يعني يضر مثلا بالمصلحة المتحققة، يعني كيف تأسس؟ أين العلماء وأين الدعاة وأين الحديث والتوعية في هذا الأمر؟ ولابد أن أؤكد أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الحج ذكر فيه منافع للناس ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، لكن المنافع في ذاتها ليست مقصدا، يعني يذهب ليتاجر، يذهب ليكسب، يذهب ليرتقي ببعض رجال الأعمال، يذهب كذا، أو يذهب حتى لراحة شخصية، حضرتك تحدثت عنها كسياحة، لراحة شخصية أو لذكريات أو لعادة، كل هذه منافع ليست مقصدا، ولكن المقصد الأبرز ليذكر اسم الله تعالى، أذكر اسم الله تعالى يستجيب لأمره يتحقق بعبوديته سبحانه وتعالى. يعني حتى عندما يقيم الصفقات إذا كان المقصد لله وعبودية لله، حتى عندما يقيم الصفقات تكون في سياق عبودية، في سياق العبودية وهي شيء يعني زائد على هذا بأمور الحياتية، لكن أن تكون هي لذاتها فهذا قد تحقق، مثل الهجرة، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أنا أقول جزء كبير من الحج المتكرر والعمرة المتكررة إنما هي لهذا الهوى، إنما هي لهذا الهدف، لهذا المنافع، منافع ليست هي العبادة بأصلها. وإلا لو أن العبادة هي المقصد أقول أي الأعمال أقرب لله، أي الأعمال أحب لله سبحانه وتعالى، هذا الإنفاق هل أنفقه على العمرة والحج أم أنفقه في سبيل الله تعالى في أبواب لا يعلمها إلا الله من حاجة الناس، من فقر ومن عوز ومن لاجئين ومن مهاجرين ومن أسرى لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى. وبالتالي فالإنفاق في هذا أقرب لله تعالى وأحب لله تعالى وأكثر ما يعني ارتقاء إيمانيا إذا كان المقصد هو الله. فلما غاب المقصد الحقيقي أصبحت الأهواء والشهوات والرغبات هي التي تتحكم في الإنسان حتى في عبادته. يعني الآن يذهب مئات الألاف وبعد أيام سيكون هناك نحو أكثر من 3 ملايين حاج مسلم من مختلف أنحاء العالم في مكة المكرمة، هل يمكن القول إن المسلمين يعيشون من خلال حتى هذه العبادات في شيء من العدمية أو العبثية، بمعنى لا يوجد فائدة عملية متحققة من وراء هذه الكثافة؟ هي هذه تمت بأمرين، الأمر الأول أن الاستبداد دائما يحب تعظيم هذه الصورة، الاستبداد يحب التدين السلبي
ويزكي التدين السلبي، التدين الذي لا أصل له في الحياة، لا يؤثر حتى أن يعود الإنسان منظما أو يعود منتجا أو يعود قويا أو يعود متآخيا أو يعود إيجابيا أو يعود يعني وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى أو يعود مضحيا في سبيل الله. هذه معاني كلها الاستبداد في الدنيا في, في, في تاريخ الأمم لا يحب هذه المعاني، ولكنه يزكي معنى آخر، التعبد الذي لا أثر له. يطوف، تعال طوف وفي مكان مكيف ونظيف وجميل وسعى مش عارف إيه، لكن أن تكتسب من خلال العلماء ومن خلال المربيين ومن خلال المزكيين ومن خلال أهل العلم والفضل والتزكية، أن تكتسب معاني جديدة، أن يحدث اتفاق في الأمة على قواعد كلية تعمل من أجلها الأمة، أن تجتمع الأمة على أمر فكري أو عقدي أو علمي. لكن فهمت منك أن هذا الأمر رهن ببيئة سياسية معينة في الأمة. نعم. هل يمكن ربط بين هذا وبين الواقع؟ البيئة السياسية تصنع هذا، البيئة السياسية تعمل على هذا، البيئة السياسية تزكي هذا. ولذلك حينما تنتقي عالما ليعلم الحجاج تأتي بعالم يفهم ذلك جيدا ويتحدث عن المناسك، عن الطواف، عن طول الشعر، عن قصر الشعر، عن حب الحصى، عن الحدود الظاهرية، ولكنه لا يربي في الناس تعظيم حرمات الله، لا يربي في الناس تعظيم شعائر الله، لا يربي في الناس العبودية الكاملة لله، لا يربي روح هذه العبادة. ومن هنا لأن هذه الروح تعيد المؤمن مؤمنا فيعود أقوى ويعود أصدق ويعود أكثر تضحية وأكثر إيجابية، وهذه السمات لا تتناسب مع الاستبداد في أي عصر ومصر. أقول الاستبداد في المنطقة الإسلامية يريد هذه المعاني، يريد هذه العبادة التي تتحول بين الناس إلى سياحة، تتحول إلى عمل سياحي أكثر منه عبادة وأكثر منه رقي. ومن هنا فيمنع الأئمة الأعلام ويمنع المربيين ويمنع المفكرين ويمنع أصحاب السبق في هذه الأمور التربوية حتى لا يتعلم الناس. ثم حتى عند الحجيج إذا أردت أن تتكلم في وسط الحجيج فلابد من تصريح، والذي يعطي هذا التصريح إنما ينتقي فئة معينة تتحدث بطريقة معينة. أقول يراد للأمة في عباداتها، في صلواتها، في حجها، في صيامها، أن تكون أمة مدجنة، أمة ساكنة، أمة تصلي لا تعرف لماذا تصلي، وتصوم لا تعرف لماذا تصوم، وتحج لا تعرف لماذا تحج، حتى ربما بعد ذلك تبتئس من هذا الحج، لأنها إذا لم تفهم معاني هذا الحج إما أن يتحول إلى سياحة أو يتحول إلى عمل شاق يمل منه الإنسان، بل ربما يسأل نفسه مع نفسه لماذا هذا التعب، هذا الطواف، وهذا السعي، وهذا الرمي، هذا ينافي العقل. ومن هنا تحدث المزلات ويحدث الشقاق الفكري والنزاع الفكري، وهذا للأسف الشديد يراد أن تكون الأمة على هذه الحالة. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور، ذكرت نقطة مهمة وربما تكون خطيرة، قلت حملت مسؤولية ما يحصل هذا من انحراف مفاهيمي لدى عامة المسلمين وانحراف سلوكي في أداء الطقوس والشعائر الإسلامية، حملت هذه المسؤولية للعلماء والدعاة. يعني إذا كان العلماء والدعاة مغيبين أو غائبين عن أداء دورهم فعلى الأمة السلام، يمكن القول هذا. لماذا لم يقم العلماء والدعاة بها؟ هل هم يفتقدون إلى هذا الوعي مثلا، أم أنهم مقصرين، أم أنهم انحرفوا في الجملة عن هذا الأداء الواجب؟ تعال نكون واقعيين جدا. نعم، في واقعنا الواقعية نريد. أهل العلم في بلادنا انقسموا الأقسام. منهم من تم الاستيلاء عليه من قبل الأنظمة فأصبح يتحدث باسم النظام، إن أراد النظام أي نظام في الصباح الشيء هذا أن يكون حلالا أصبح حلالا، إن أراده في المساء أن يكون حراما صار حراما، فهو يدور مع أنظمة حيث دارت. فهذا إنما ينتسب للعلم بشهادته أو بوظيفته أو برتبته. نعم. وليس من العلم في شيء. طيب. هناك أيضا بعض أهل العلم من الأخيار الذين امتلكوا الفكرة وامتلكوا الرؤية وامتلكوا العلم لم يسمح لهم بالحديث، أو ربما يعني اللي غيب واللي قتل واللي اعتقل، أعداد كبيرة في الأمة من علماء الأمة ومن قياداتها ومن رياداتها غيبوا عن الناس في كل في الدول العسلمية العربية، مئات عشرات المئات من العلماء الكبار والمربين خلف القضبان في الدول الإسلامية والعربية، هؤلاء حرمت منهم الأمة وحرمت الأمة في عباداتها وفي فرائدها، حرمت من هؤلاء. ثم الذين تبقوا هنا أو هناك ربما هذا ينادي هنا وهذا يتحرك هنا، ولكن حركة قليلة في وسط أمة تموج موجا كبيرة. ومن هنا أقول إن الحل قبل أن ننادي السياسيين أن ننادي العلماء مرة أخرى، هذا لا يعني هذا موضوع. سنتحدث عن الحل لو أذنت لي، لكن بعد العودة من فاصل قصير نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال الحلقة.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. وصلنا إلى الحل دكتور جمال، يعني بناء على كل ما تفضلت به على امتداد الحلقة، وقد ذكرت نقاطا مهمة وحساسة وحقيقة فيها الكثير من الصراحة والمكاشفة، حتى يحدث التغيير والاستفادة من هذه الندوة السنوية في واقع المسلمين، وأتحدث هنا تحديدا عن فريضة الحج لأنها تجمع ملايين المسلمين من كل جهات العالم، تستطيع أن تحقق الكثير. هل إحداث التغيير يحتاج إلى في المجتمعات والجماعات والأفراد يحتاج إلى كرامة ربانية، أم أن للمسلمين دخل في ذلك؟ للمسلمين دخلا في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أعطى للناس قاعدة كلية، سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي حديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. للأسف الشديد الإنسان ما تقربش الشبر ويقول اللهم ارزقني الذراع، اللهم ارزقني الذراع، والله تعالى أعطاه قاعدة: تقرب الشبر يكون تضمن الذراع، ولكن بلا شبر لا يوجد ذراع، لكن تبذل جهدك في الحصول على الشبر الله تعالى يرعاك. ومن هنا فبداية الحل إنما تبدأ بالناس، لا تحتاج إلى معجزة ولا إلى كرامة. الله تعالى وضح لنا الكتاب والسنة والأمور في غاية الوضوح، أن يبدأ كل واحد من نفسه. أنا متحدث عن مناسك الحج، الله تعالى في الذبح حتى في النحل يقول إيه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو الأثر، هذا هو المقصد. إذا لما تحقق المقصد فلا قيمة لما تبقى من هذا. إذا فالحلول تبدأ من الأفراد. الفرد حينما يذهب للعبادة لابد أن يتعرف على أهدافها، يتعرف على مقاصدها، يتعرف على ثمارها، يتعرف على روحها. إذا ما تعرف على روح هذه الطاعة الفريضة وينفق أموال في الطائرات وفي السفر وفي الهدايا وفي غيرها، ربما لو أنفق جزء قليل من الوقت ليتعلم هذه الفريضة لكان الأنجع وكان الأنجح وكان أقرب لي سبحانه وتعالى. وهذا لكن جزئية مهمة دكتور، يعني حتى لا يتسرب الكسل أو التواكل إلى ذهن المسلمين. يعني أنت قلت أن العلماء مخطئون أو آثمون أو مقصرون في هذا الجانب، ألا ينبغي قيام الأمر بالعلم بهذا الأمر على كل مسلم بذاته بنفسه؟ ما هو الآن أتحدث عن فرد. أنا الآن أتحدث عن فرد، أقول له: أنت تنفق أموال وتسافر، أنفق وقتك تتعلم. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فما وجب عليك أصبح فرض عين. أنت وجب عليك الزكاة، لابد عرض عين تتعلم أحكام الزكاة. وجب عليك الحج وهتسافر الحج هذا العام، إذا لا عذر لك بجهل، لما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل فيه، لابد عليك أن تتعلم. فطلب العلم فريضة، تتعلم إيه؟ تتعلم أحكام هذا الحج أو هذه العبادة، هذه المناسك في أحكامها الظاهرية وفي مقاصدها وآثارها ومفاهيمها. وأنت حينما تكون عند الإنسان مرض عافانا الله وإياكم، يبحث عن أفضل الأطباء الخبراء في هذا. إذا كان هذا من أجل شفاء البدن، فمن أجل شفاء القلب ابحث عن أهل الذكر، ابحث عن أهل التربية، ابحث عن أهل العلم. لا تكتفي أن تقابل إماما هنا أو مدعيا للعلم هناك تقول هذا حلال وهذا حرام، ابحث عن من تجد له دواء لمرضك، دواء لنفسك، دواء لدينك. لكن يا دكتور جمال، يعني كيف نكلف الناس أكثر من طاقتها إذا كان من هم معول عليهم في إحداث التغيير العلماء والدعاة متشرذمون في مئات الجمعيات والهيئات؟ ماذا يمكنهم أن يفعلوا هؤلاء الجمعيات والهيئات العلمية؟ الخير بالنسبة للخير في هذه الأمة لن ينقطع. طيب. والله تعالى يعني حافظ على الخير فيها إلى يوم القيامة. وإذا بحث الإنسان وإن صدق الله صدقه الله. طيب تعالى على مستوى الجمعيات والهيئات العلمية والعلماء المنتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه، ماذا يمكنها أن تفعل أن تفيد من هذه الفترة الموسمية، هذه الأسبوعين أو الشهر من الزمان؟ كيف يمكن أن يفيدوا هذا موسم الدعوة وموسم التربية وموسم الحج الحقيقي وموسم القرب سبحانه وتعالى؟ هذا مجالها وهذا يومها، يجب عليها أن تعلي من شأن هذه المقاصد ومن شأن هذه الآثار ومن شأن حقيقة العبادة وليس ظاهرة العبادة. يعني كما تفعلون في هذه القناة المباركة تتحدثون في هذه المناسبة عن مقاصد تلك العبادة، لو أننا جميعا في مقالاتنا وقنواتنا وأدواتنا ومساجدنا ومنابرنا ومؤتمراتنا وندواتنا جميعنا يتحدث عن مقاصد الحج، عن فوائد الحج، عن ما ينبغي على الحاج في قلبه وفي مع نفسه ومع ربه، عن الآثار التي يجب أن يتحلى بها الحاج حين عودته، عن علامات القبول. حتى لو أنت حينما تعود لكي تكون مقبول يجب أن تكون فيك مواصفات كذا وكذا، لو أننا أنرنا قمنا بإضاءة هذه الحالة سنجد من الناس من يسبقونا.
لأن الناس في قلوبهم خير ويبحثون عن الخير، والمشكلة عندنا. ومن هنا فأنا أقول هذه المبادرة أن نشيع في العالم في هذه الأسابيع أو في هذه الأيام، ومن أعظم القربات وأعظم الذكر الذي يقدم في عشر ذي الحجة عند أهل العلم غير الناس. الناس يتعبدون ويصومون، أهل العلم من أقوى أوجب الواجبات أن يعلموا وأن يفهموا وأن يذكروا وأن يشرحوا وأن لا يملوا وأن يتحدثوا في كل مكان. لو أن كل أهل العلم، وأصبحت وسائل التواصل الآن تصل لكل الناس في كل وقت، لو أن كل واحد استخدم وسيلة للوصول إلى الناس، نعم سنصل إلى عدد كبير. من السهل أن نجد شماعة هنا أو هناك لنقول فلان مخطئ أو أنظمة كذا أو كذا، ولكن هذا لا يعفي من المسؤولية الفردية أو المسؤولية المؤسسية أو المسؤولية الجماعية. المسؤول الأوحد الأول عن هذه عن فهم الإسلام وعن فهم عبادات الإسلام وعن فهم مقاصد الإسلام هم أهل العلم الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. وأول الحق أن يبينوا هذه المقاصد وهذه الآثار وهذه المفاهيم التي غابت على الناس فأفسدت عليهم الفرائض وأفسدت عليهم الأركان. هذا ما ينبغي أن يكون الآن، سواء كانت أفراد أو مؤسسات أو رموز دعوية وعلمية. رموز دعوية، أنا مثلا لا أكتفي أن حضرتك تفضلت بدعوتي إلى هذا البرنامج، يجب أن أذهب لغيره وأتحدث في مكان آخر ونادي آخر ومجموعة أخرى. لو فعلنا هذا فإن الله الذي حمل آذان إبراهيم الذي لم يسمع إلا في قطاع أو إطار قليل سيسمع هذا الخير للعالم بأسره، وسيوصل هذه الكلمات لقلوب الناس ولمفاهيم الناس ولعقول الناس. الناس ينتظرون أهل العلم وينتظرون ما عندهم من علم. ومن السهل أن تقول هلك الناس وضل الناس، ولكن من قال هلك الناس فهو أهلكم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، شكرا جزيلا لك يعني دكتور جمال عبد الستار على هذه المشاركة والإفاضة في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في ختامي أشكر الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، كل الشكر لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.